واضح لنا في الرؤيه قوي او في التشكيل اللي كنا بنقترحه مع ضيوف الكرام، على اساس ان انت عندك محمد شريف وحمودي، ومحمد شريف عنده سرعات، لكن في الطريقه اللي بيلعب محمد يوسف بيها ممكن يلعب 4-4-1-1، ممكن يلعب 4-2-3-1، يشكلها زي ما هو عايز. لكن تشكيل اللي قدامي هو عايز يامن نص الملعب شويه باسلام محارب مع عمرو السوليه وهشام محمد. هنشوف من خلال متابعتنا للقاء. تعالوا نشوف الاحصائيات اللي عاملينها فريق الاعداد والجرافيك لهذه المباراه ونرجع لحضراتكم تاني. دي مباراه اليوم جيما ابا جيفار والاهلي ان شاء الله الساعه 3 النهارده. مشاركات الاهلي في بطولات الانديه الافريقيه في دوري الابطال 29 مره، ابطال الكؤوس 5 مرات، كاس الكونفدراليه 4 مرات، كاس السوبر 8 مرات، والافرو اسيويه مره واحده. البطولات دوري الابطال 8 مرات، ابطال الكؤوس 4 مرات، والكونفدراليه مره واحده، والسوبر الافريقي 6 مرات، والافرو اسيويه مره واحده. دي نتائج الاهلي في دوري الابطال، 8 كبطل و4 كوصيف، خروج من الدور نصف النهائي 3 مرات، وخروج من دور الثمانيه 7 مرات، خروج من دور ال 16 3 مرات، وخروج من دور ال 32 كان مرتين. مباريات الاهلي في دوري الابطال لعب 263 مباراه، فاز في 130 مباراه، اعتقد نص المباريات فوز، وتعادل في 76 مباراه، وهزيمه في 57 مباراه، لما يقرب من 400 هدف، 398 هدف تحديدا، وعليه 206 هدف. مشاركات الاهلي في دور ال 32 لدوري الابطال لعب 53 مباراه، فاز في 32 منها وتعادل في 15، وهزم في 6، له 88 هدف وعليه 17 هدف. مباريات الاهلي مع الانديه، طيب ناخد نتائج مباريات العوده في دور ال 32 اللي لعبت بالفعل. فيبرس يعني كان كسب النادي الرادي القسطنطيني 2-2، اسف، بلاتينيوم اتعادل 0-0، وزيسكو يونايتد 1-1، وميلو سان داونز 4-0 على الاهلي الليبي، قلت لكم كانت نتيجه كبيره جدا. وافريكا ستارز خسر من اورلاندو 1-0، ولوبي ستارز نيجيريا 2-0، والقطن الكاميروني كسب الاسماعيلي 2-1. بالرغم من كده الاسماعيلي عدى هذه المرحله. وديكار السنغال او دوكار السنغال 3-1 ضد الوداد الرياضي المغربي. دي مواعيد مباريات اليوم. احنا قلنا خلاص ان شاء الله الاهلي الساعه 3 مع جيما الاثيوبي، وسيمبا التنزاني مع ناكانا الزامبي ايضا الساعه 3، وليسوتو بانتو ليسوتو مع فيتا كلوب الكونغولي الساعه 4 ان شاء الله، واتحاد طنجة المغربي مع شبيبة الثوره الجزائري الساعه 5 باذن الله. لسه في مواعيد مباريات اليوم، اسك ضد الملعب المالي الساعه 6، والهلال السوداني والنادي الافريقي التونسي الساعه 7، وحوريه الغيني والنصر الليبي الساعه 7. الفرق المتاهله لدور المجموعات، احنا قلنا امبارح كان 8 فرق، سان داونز من جنوب افريقيا، ومازيمبي الكونغو، والنادي الرياضي القسنطيني الجزائر، بلاتينيوم زيمبابوي، ولوبي ستارز نيجيريا، الاسماعيلي من مصر، الوداد الرياضي من المغرب، واورلاندو بيتيس من جنوب افريقيا، وان شاء الله الاهلي المصري باذن الله. يلا دي مباراه الاهلي اللي اتكلمنا عليها مع الانديه الاثيوبيه، لعب 5 لقاءات ضد الانديه الاثيوبيه، فاز في 2 تعادل في 3، هزيمه الحمد لله ما كانش فيها زائم. الاهداف له 8 اهداف وعليه 3 اهداف. ده موقف النادي الاهلي في الدوري، لعب 11 مباراه، فاز في 7 تعادل في 2 خساره في 2، اهداف 16 هدف وعليه 7 اهداف، النقاط 23 نقطه والمركز السادس. موقف نادي جيما في الدوري الاثيوبي، لعب مباراتين فقط وفاز في واحده تعادل في واحده، له هدفين وعليه مفيش عليه اهداف، النقاط 4 نقاط والمركز التاسع. دي قائمة الأهلي اتكلمنا فيها مع حضراتكم، كان شريف إكرامي والشناوي على اللطفي، وأيمن أشرف وكوليبالي ومحمد هاني، علي معلول،
واحمد حمدي، حسام عاشور، والسولية، هشام محمد، محارب، وميدو جابر، ناصر ماهر، ومحمد شريف، وحمودي، وكريم ندفد، ومروان محسن، والنجم وليد ازارو، والمدير الفني الكفء محمد يوسف. دول الحكام: حكم الساحه حسن محمد حجي من الصومال، وحكم مساعد حمزه حجي من الصومال ايضا، مش عارف هم اخوات ولا ايه، وايدي محمد نور من الصومال، طاقم تحكيم صومالي. دي قائمة الهدافين، بيتصدرها معتز المهدي من النصر بأربع أهداف، وجون من سيمبا ثلاث أهداف، ممادو من جيما أبا جيفار ثلاث أهداف، ده معلومة طيب تمام، وشاما من سيمبا ثلاث أهداف، وسامي من ديولاسو ثلاث أهداف. دي كانت الإحصائيات والجرافيك اللي محضره فريق إعداد، يعني لامم كل حاجة عن مباراة اليوم.